السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع محمد قاسم. الفيديو ده خاص بمواعيد تسجيل الجداول في الكلية التقنية للفصل الأول التدريب لعام 1444. فصل القبول 143820 وما قبله 4382. الفترة الأولى 25/1/1444 يبدأ من الساعة 12 مساء إلى 11:59 ظهرا. الفترة الثانية 29/1/1444 يبدأ من الساعة 12 مساء إلى 5:59 فجرا. فصل القبول 4391 الفترة الأولى 25/1/1444 يبدأ من الساعة 12 مساء إلى 11:59 دقيقة ظهرا. الفترة الثانية 29/1/1444 يبدأ من الساعة 12 مساء إلى 5:59 فجرا. فصل القبول 4392 الفترة الأولى 25/1/1444 يبدأ من الساعة 12 مساء إلى 11:59 دقيقة ظهرا. الفترة الثانية 29/1/1444 يبدأ من الساعة 12 مساء إلى 5:59 دقيقة فجرا. فصل القبول 4401 25/1 الفترة الأولى 25/1/1444 يبدأ من الساعة 12 مساء إلى 11:59 دقيقة ظهرا. الفترة الثانية 29/1/1444 يبدأ من الساعة 12 مساء إلى 5:59 دقيقة فجرا. فصل القبول 4402 25/1/1444 يبدأ من الساعة 12 مساء إلى 11:59 دقيقة ظهرا. الفترة الثانية 29/1/1444 يبدأ من الساعة 12 مساء إلى 5:59 دقيقة فجرا. فصل القبول 4411 25/1 الفترة الأولى 25/1/1444 يبدأ من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 11:59 دقيقة مساء. الفترة الثانية 29/1/1444 يبدأ من الساعة 12 مساء إلى 5:59 دقيقة فجرا. فصل القبول 4412 26/1/1444 يبدأ من الساعة 12 مساء إلى 11:59 دقيقة مساء. هذه الفترة الأولى. الفترة الثانية 29/1/1444 يبدأ من الساعة 6 فجرا إلى 11:59 دقيقة ظهرا. فصل القبول 4421 الفترة الأولى 27/1/1444 يبدأ من الساعة 12 مساء إلى 11:59 دقيقة مساء. الفترة الثانية 29/1/1444 يبدأ من الساعة 12 ظهرا إلى 5:59 دقيقة عصر. فصل القبول 4422 الفترة الأولى 28/1/1444 يبدأ من الساعة 12 مساء إلى 11:59 دقيقة مساء. الفترة الثانية 29/1/1444 يبدأ من الساعة 6 مساء إلى 11:59 دقيقة مساء. أتمنى للجميع التوفيق. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.